يسعد مساك يا ابي. اهلين يا ابي اهلين. شو شلون صارت خالتي فتحيه؟ يا يا ابي ماشي حالها. يا ابي انا نسيت خبرك انه القبضاي شافني بالحاره وقال لي بتخبر ابوك انه في عنده اجتماع عند الكبير. وامتى شافك؟ عند الظهر تقريبا. منيح يلي خبرتني وما نسيت، لانه اذا ما رحت على اجتماع العضوات بيعتبروه علي وحدي. هلا يا ابي مجلس العضوات ما فيه نسوان بس زلم، يعني انا ولا مره رايح له. اعوذ بالله، مجلس العضوات ما فيه نسوان، نوم نوم كلهم زلم. طيب ليش ما بيخلوا النسوان يا ابي يروحوا عليه؟ يا ابي انت لساتك صغير وما عندك خبره بالنسوان، وما بخفيك النسوان بنص عقل، بقى شلون بدك اياهم يفوتوا ويقعدوا يحضروا اجتماع عضوات الحاره ويناقشوا امور مهمه؟ إذا المرأة عم تتناقش أنت وياها وتتجادل، إذا غلبتها بتكرهك، وإذا غلبتك بتحقد عليك، بأخراص وروح على غرفتك أحسن لك، تصبح على خير. مشي يا بي.